مدينة يابانية ألقيت عليها قنبلة ذرية. تسونامي. شيء ترسمه في منظر للنهر. الماء. شيء يجعل وجهك يحمر. الخجل. من أدوات الرواف. باص. كلمة عكس صعب. سهل. من أدوات الرواف. خلاص الوقت مع الأسف. ما أعرف شو سهل الرواف. رواف؟ يعني على الأقل أوبرا عنده. مروف؟ رواف. ها خياط ما أعرف. إذا تفضل خلينا نشوف. لا لا تعال تعال تعال. ها هنأتي. خلينا نشوف النقاط. ها. تفضل. تمام. خلينا نشوف السؤال الأول اللي سألتلك إياه على مدينة يابانية ألقيت عليها قنبلة ذرية. قلت تسونامي. تسونامي شو العلاقة؟ تسونامي يعني عصير، نوع من العصير. تسونامي هيروشيما وناكازاكي هي المدينتين اللي معروفة بالتاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، نهاية الحرب العالمية الثانية. السؤال الثاني، شيء ترسمه في منظر للنهر. قلت الماء. والماء نعم. 31 نقطة. شيء يجعل وجهك يحمر. ايش قلت؟ الخجل. الخجل. والخجل صح. صح. 25 نقطة. السؤال الرابع، من أدوات الرواف. ما جاوبت عليه، طلب التأجيل ورجعت عليه لأن ما عرفت الرواف. الرواف مثل الخياط، بس فرق الخياط يخيط، الرواف يجي يرتق الأشياء اللي صعب خياطها، يعني معروف الرواف. بعض الدول يقول الرتي. الرتي. خمسة، كلمة عكس صعب. قلت سهل. ها سهل. سهل. وسهل صح. 30 نقطة. 86 نقطة الآن. الآن خلينا نشوف الأخ محفوظ إن شاء الله. تفضل أخي.